عارف، انا من الناس اللي لما تلاقي عندها وقت يعني او تسافر اروح المتاحف. واصحابي يتريقوا عليا دايما، يقولوا لي انت يا عم متاحف ايه يا عم، المثقف يا عم المعقد، حاجات زي كده. ودول اصحابي اصحاب العمر يعني، يعني دول صحابي من وانا عندي 4 سنين، فبقالي 43 سنه صاحبهم ولاد اللذينه دول، فيقعدوا يتريقوا جدا. بس انا فعلا احب المتاحف واحب الاماكن الثقافيه والاثريه ومش عارف ليه، ما اعرفش، ملهاش اي علاقه لا فكره لا مثقف ولا مش مثقف ولا واعي ولا مش احب الحاجات دي جدا جدا. بحس ان انا قاعد عمال بتفرج على حضارات الدنيا، بتفرج على الخط الزمني بتاع البشريه. ده احساسي، احس ان انا طاير في عالم اخر. وبتبسط قوي قوي لما الاقي مثلا تلامذه داخلين المتحف، رايحين الهرم، طالعين مش عارف القلعه، رحله نص السنه في المناطق بتاعتنا في الاقصر وفي اسوان ومش عارف ايه وحاجات زي كده. ببقى مبسوط لما بشوف الناس، حتى بقى لو ما كانوش تلامذه، الناس الاسر، شبان، رجاله، ستات الى اخره، يتزحموا يتزحموا. خد بالك بقى من كلمه يتزحموا دي، ببقى طاير في دي الزحمه الوحيده اللي احبها، طوابير المتاحف والاماكن الثقافيه والحضاريه وما الى ذلك. فلما الاقي واشوف انه احنا هنا المواطنين المصريين نتزاحم على متحف الحضاره، ابقى طاير في السماء. نتزاحم على زياره الاهرامات والاماكن الاثريه، ابقى مبسوط. طبعا بمناسبه اليوم العالمي للسياحه، وبمناسبه مرور 200 سنه على نشأة علم المصريات الإيجيبتولوجي. وهنا أنا أفتكر كويس جدا دكتور مصطفى وزيري، ربنا يديله الصحة يعني، وهو صديق عزيز جدا وأخ أكبر وفاضل. أما كنت مرة بكلمه في التليفون باخد رأيه، بقول له يا دكتور أنا بنتي الكبيرة حبيبة باباها شكشوكة شيرة، فعايزة تدرس إيجيبتولوجي، تفتكر فين الكلية الكويسة أو الجامعة الكويسة في الدنيا اللي الواحد يحوش عشان يبعت البنت فيها؟ قال لي نصا كده، يا يوسف اسمه إيجيبتولوجي، خليها تدرسه هنا في بلدنا، احنا هنا الأقدر على ذلك. مفيش علم اسمه فرانكولوجي ولا بريتولوجي ولا جيرمانولوجي ولا أمريكولوجي، العلم اسمه إيجيبتولوجي، خليها تدرسه هنا. أماكننا ومتاحفنا ومواقعنا مفيش زيها، ومفيش في حجمها، ومفيش في عددها. مصر كل ركن في مصر كلها كده، مفيش ركن فيها ما بينطقش تاريخ وحضارة. خلوني يمكن بهذه المناسبة وفي إطار هذا التزاحم المبهج بالنسبة لي، ناخد معانا على التليفون دكتور سهى بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار. أهلا أهلا بك يا دكتور سهى. أهلا بيك أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة 200 سنة على علم الإيجيبتولوجي أو علم المصريات أولا. وحضرتك طيب وبخير وكل المصريين بخير. ودايما الوزارة دي من الوزارات المفضلة بالنسبة لي، الوزارة اللي أنا أحبها يعني، ببقى حاسس إن دي وزارة الفخر بتاعتنا. متشكرة جدا يا فندم حقيقي، يعني بنسعد بكلام حضرتك ده بجد يعني. الله يخليك يا دكتور. دكتور سهى، هذا التزاحم بالنسبة لكم انعكاسه إيه كوزارة؟ والله انعكاسه ان هو فعلا يعني الجهود اللي بذلت الفتره اللي فاتت لزياده الوعي السياحي والاثري لدى جموع الشعب الحمد لله اتت بثمرها، ودي النتيجه. لان الحقيقه لو ما كانش الناس عندها فكره وعندها نوع من الشغف انها تشوف الحاجات اللي بتحصل والتطور اللي بيحصل في المواقع الاثريه والمتاحف والجهد المبذول، وكمان اهتمام الدوله بتشجيع المواطنين واهتمامها بملف السياحه والاثار كمان، الحقيقه ده اللي احنا بنحصد نتاجه النهارده. فاللي احنا شايفينه ده احنا سعداء بيه جدا، وكنا الحقيقه متوقعينه، لان طبعا حضرتك لما في يوم السياحه العالمي وتزامنا برضه مع 200 سنه ايجيبتولوجي بيتم فتح جميع المزارات والمتاحف مجانا للجمهور فيما عدا بعضهم بس اللي كان بتخفيض 50%، وده طبعا نظرا لان الحاجات اللي زي كده بتبقى شديده الحساسيه، فما نقدرش يبقى فيها تدافع كبير من الجمهور حفاظا عليها مش اكتر من كده.
لكن الحقيقه المبادره دي خلت الناس كلها يعني بتقولهم اتفضلوا دي حاجتكم وحضرتكم واثاركم، اتفضلوا زوروها وشوفوها. والحقيقه الناس استجابت، واكيد حضرتك تابعت المواقع وتابعت الصور، ويعني ده جزء بسيط من اللي احنا عشناه النهارده طول اليوم. طيب ده شيء عظيم جدا، ده بيخليني يا فندم اقعد مثلا بسال. انا فاكر من حوالي سنه ونص تقريبا او يزيد قليلا افتتحنا متحف جوه المطار. هل احنا هنتوسع في مثل هذه الامور ان احنا نفتتح متاحف في المطارات في الموانئ البريه او الموانئ الملاحيه بتاعتنا، يبقى في زي اجنحه ممكن الناس تروح تزورها وتتثقف وتعرف وتشوف حتى في اطار ما يقومون به من اعمال او في اطار قدومهم الى مصر او حتى خروجهم بره مصر؟ يعني الفتره بتاعتي اللي بقضيها في المطار بعد ما بخلص اجراءاتي ابقى بعمل شيء مفيد وفي نفس الوقت اتفرج على الحضاره بتاعتي والسائح هو كمان يشوف. بالظبط يا فندم، يعني هو طبعا انا ما اقدرش اجزم بان في خطه توسعيه، لكن خليني اقول لحضرتك اهميه وجود متحف في المطار وخصوصا في المطارات الرئيسيه اللي بتبقى فيها رحلات ترانزيت. حضرتك عارف ان يعني السائح ترانزيت او مسافر الترانزيت بيبقى عنده وقت فراغ، فممكن في الوقت ده يستغله في ان هو يتفرج، ما عندوش وقت يشوف البلد وما عندوش وقت يخرج بره المطار، فبالتالي بتبقى فرصه ان بلد الحضاره اللي هي كلها زي ما حضرتك قلت متاحف واثار في كل ركن من اركانها يلحق يشوف حاجه. فدي اعتقد يعني هتبقى في المطارات اللي بتسمح، لكن طبعا المطارات اللي الصغيره ممكن ما تبقاش تسمح بوجود متاحف لان هي اصلا بتبقى في محافظات كلها اثار، فبالتالي هيبقى يعني زخم كبير جدا. لكن صحيح. زي ما قلت لحضرتك هي بتنفع اكتر في الجزء الخاص لما يبقى في ترانزيت، فالسائح يبقى عنده وقت يقدر يتفرج على المتاحف الموجوده. على فكره هي الحمد لله ناجحه جدا وبتلاقي اقبال كويس جدا. عظيم جدا. طب اخيرا يا دكتور سهى، في مساله نقدر نقول ايه، برامج او بروتوكولات التعاون ما بين مثلا الوزاره وما بين وزاره التعليم والتعليم الفني، ما بين الوزاره وما بين وزاره التعليم العالي، ما بين الوزاره وممكن تبقى فيه هيئات او مؤسسات اخرى لزياره المتاحف، ممكن يبقى بتذاكر مخفضه نوعيا يتعمل لها باكج ايضا في المساله في ان احنا سياحه واثار، مساله ان احنا نقدر نعمل باكجز لاتفرج على بلدك او اتفرج على مصر، هل ده موجود او هل احنا مقبلين عليه؟ بص، هو فعلا يا فندم هو اصلا موجود، هو تخفيض الطلبه موجود 50% وبيعامل كمان يعني بيعامل طبعا الطلبه الوافدين بنفس الحقيقه معامله المصريين، فاصلا اي طالب له 50%. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا ان احنا لما بيطلب من الوزاره اي نوع من التخفيض او اي نوع من حتى الدعم بخصوص ان يزورها اي مجموعه من الطلاب او الاطفال او اي حاجه، الحقيقه ما بيتاخروش، وفي برامج على طول ثقافيه وتعليميه وتربويه في جميع المتاحف على مستوى الجمهوريه بالمجان، مدارس صيفيه وطول العام شغاله وبيتم الاعلان عنها على الصفحات الرسميه لهذه المتاحف. كل اللي مطلوب بس ان نعمل سيرش على المتحف اللي احنا قريب من المنطقه بتاعتنا نشوف فيه البرنامج، والحقيقه البرامج حتى بتشمل التين ايجرز يعني السن الاكبر شويه، فدي حقيقه يعني انا بسميها مراكز ثقافيه رائعه ومدارس تعليميه يقدر كل الناس يروحها من غير اي مقابل مادي. ومتحف الحضاره نفسه بيعمل ورش تعليميه على مدار الاسبوع وبيعلن عنها، والحقيقه الاقبال عليها شديد جدا وبدون اي رسوم. فالحقيقه يعني البروتوكولات موجوده، واحنا كمان عندنا بروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم بخصوص نشر مبادئ الوعي السياحي لدى النشر، وده بيتم في المناهج التعليميه من خلالهم. الحقيقه لا، في شغل كتير بيتعمل لرفع الوعي السياحي والاثري من اول الاطفال الصغيرين لحد الشباب، ويعني ان شاء الله احنا مكملين في هذا الاطار باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور سهى، شكرا على وقت حضرتك وعلى المداخله. كل الشكر للدكتور سهى بهجت المتحدث باسم وزاره السياحه والاثار.